تعالوا بقى نروح للجنة المرأة، واحنا اتكلمنا او تابعنا مع حضراتكم النشاطات المختلفة للجان المختلفة في النادي الاهلي. هنتكلم تحديدا عن لجنة المرأة اللي نظمت برضو ندوة كانت محترمة جدا، وكان موجود فيها دكتور حسام وافي. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير ونرجع نكمل. والله من اسعد ايام حياتي فعلا يعني، وزي ما وعدتكم دي اول مرة بس مش اخر مرة. انا هنتظم في النادي الاهلي لان الناس عندها وعي كبير جدا جدا، والاسئلة تبين ان هم فاهمين كل حاجه، فانا ما الحاجات اللي زي الواحد ما يستخسرش فيها الوعي والعلم يعني. الوعي الطبي مهم جدا في بعض الامراض، مهم جدا 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 يعني. والعلم زي المظه غاليه جدا في ايدك، لا يصح الواحد ينزل بيها القبر، لازم يسيبها، وده اللي احنا بنعمله. النادي الاهلي ده انا فيه من سني 5 سنين، يعني بقى لي اكتر من 70 سنة في النادي الاهلي. ده نادي عريق ونادي جميل، والانتماء له شرف. احنا اولا بنبتدي بالايفنت الاول، هو نوع ايه؟ هل هيبقى ندوه؟ هل هيبقى حاجه ترفيهيه؟ كل حاجه بيلاقي تقسيمتها، كل واحده فينا ليها تاسك بتاعها. حاجه الاسئله لما يكون بنسال الناس دايما، النهارده ما شفتي كده، طب في حاجه تانية قبل الاسئله هنحضر في كلام في الندوه هنتكلم فيه عام، هنتكلم في حاجه طبيه بلا تحضيرات تانية. كمان المواعيد، هل دي مناسبه للاعضاء؟ انهي وقت؟ دايما شايف الحر، فالنهارده احنا بدانا متاخرين، بنراعي ده طبعا، لان هتلاقينا بعد الساعه 7 الكاباسيتي بتاعت النادي تبقى ازيد. بالراعي ده بالراعي زي ما شفتي حاجه طلبت فنعملها حاجه هنا او هنا، حاجه تانية زي ما انت. اهم حاجه نعمل اقباليه للناس طالبينها. طبعا احنا اول حاجه بنبص لرغبه الاعضاء وهم محتاجين ايه، فهم طبعا يعني دكتور حسام موافي، احنا عملنا الندوه دي اكتر من مره في اكتر من فرع بناء على رغبه الاعضاء. اتعملت في زايد واتعملت في مدينه نصر ولقت صدى كبير جدا بالنسبه للاعضاء، فطبعا اعضاء الجزيره مهمين جدا بالنسبه لنا، فقررناها النهارده. وانا حاسه الحمد لله ان الندوه كانت مفيده جدا للاعضاء، لان هم بيهتموا طبعا بصحتهم. كانت الكثافة للحضور عالية جدا، وهو طبعا الدكتور اتكلم عن السمنة واتكلم عن الضغط وعن السكر، والحمد لله يعني جاوب على أغلب الأسئلة اللي بتهم الأعضاء. الندوة مفيدة جدا جدا، ونتمنى أنها تتكرر كل شهر يا ريت، لأن دكتور حسام وافي طبعا يعني قامة وقيمة بالنسبة لنا عالية جدا. استفدنا حاجات كتيرة جدا من الدكتور، أنا أصلا متابعاه من سنين فاتت يعني، هو ما شاء الله عليه ربنا يزيده علم يعني، نحبه جدا. هي ما شاء الله كانت ندوة جميلة جدا وهادفة، والدكتور حسام ما شاء الله عليه يعني ربنا يزيده علم، بيوضح لنا حاجات كثيرة وبيفهمنا حاجات كثيرة جدا. أنا أول ما عرفت إن الدكتور حسام هنا النهاردة فجبت ولادي وجيت بقى عشان نتفرج يعني على الندوة، وما شاء الله استفدنا كثير جدا النهاردة، وكل مرة إن شاء الله هنبقى موجودين. أنا أول مرة أحضر ندوة في النادي الأهلي، بس متابعة دكتور حسام موافي على الفيس، معلوماتي طبعا استفدت منها كثير قوي النهاردة، وخصوصا عن السمنة وعن الضغط، وهو قال المرة الجاية هيتكلم عن السكر. طبعا لازم نرجع مرة تانية ونحيي كل القائمين على اللجان المختلفة في النادي الأهلي اللي بينظموا بجد فعاليات في منتهى الاحترام وفي منتهى الأهمية. هذه ندوة مهمة جدا ومفيدة جدا لكل الناس اللي حضروها، يكفي أنها بحضور يعني شخصية أيقونية في دنيا العلم ودنيا الطب، دكتور حسام موافي من الشخصيات المحترمة جدا جدا الحقيقة.